السلام عليكم. سرايا القدس تعلن استهداف نيتفوت بصاروخ بدر 3 ورشقة صاروخية كبيرة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة حماس للجهاد الإسلامي يوم الأربعاء استهداف مدينة نيتفوت بصاروخ بدر 3 ورشقات صاروخية كبرى. وأفاد مراسل إيرثي بأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية نعمان في كريات تزامنا مع القصف الذي أعلنت عنه سرايا القدس. وفي وقت لاحق أعلنت كتائب القسام قصف قاعدة سليم البرية برشقات صاروخية واستهداف مواقع ناحل عوز بقذائف الهاون. كما أفاد مراسلنا بأن صاروخ من غزة سقط قرب قاعدة نيتسانيم العسكرية وتسبب بحريق هائل في محيطها. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء قصف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي على تويتر إن مقاتلات حربية غارت قبيل قليل على مواقع لإنتاج وسائل القتال تابعة للجهاد الإسلامي في دير البلح وسط قطاع غزة. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.